إذا مشاهدينا الكرام تابعنا وإياكم جلسة محكمة جنايات القاهرة لإصدار حكمها على 19 متهما لتنظيم داعش ليبيا، وقررت المحكمة كما تابعنا مع حضراتكم إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي وتحديد جلسة يوم 25/11/2017 للنطق بالحكم. إذن هذه مشاهد حية مباشرة من جنايات القاهرة والتي تقرر إحالة أوراق 7 متهمين بتنظيم داعش في محافظة مطروح إلى فضيلة المفتي مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وقررت أيضا عقد جلسة في يوم 25/11/2017 للنطق بالحكم النهائي على هذه القضية.